وللمزيد حول أهم ما جاء في جلسة الحوار الوطني تطلعنا الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصرية. نعم، بعد التحية نتابع معكم من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تفاصيل مدار اليوم في خلال اجتماعات الجلسة التخصصية المغلقة والتي عقدت بمقر الأكاديمية لمناقشة كل مدار في الأسبوع السادس من الحوار الوطني، وبشكل خاص ما تحدث عن عمل لجان المحور الاقتصادي ولجنة التضخم وغلاء الأسعار، أهم مدار في الجلسات التي ناقشت مصادر ارتفاع الأسعار وكيف يمكن مواجهة هذه الأسباب لتخفيف العبء على المواطنين. كان الحديث بيدور سواء داخل الجلسة التي عقدت صباح اليوم أو حتى في الجلسات التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع السادس للحوار الوطني في إطار عمل لجان المحور الاقتصادي، كان يدور حول أسباب التضخم وارتباط هذه الأسباب وارتباط التضخم وتأثيره المباشر على المجتمع، أيضا ما يتعلق بمناقشة القرارات التي اتخذتها الدولة لكبح جماح التضخم، والحديث عن أهمية العمل لبحث أسباب التضخم في الداخل وارتباط التضخم بعدد من المصادر الأخرى أو عدد من الموضوعات المرتبطة بعجز الموازنة والدين العام والإنتاج والعرض والطلب. بالنسبة للاقتراحات التي تم مناقشتها خلال جلسة اليوم فكانت بتدور حول اقتراحات إصلاح السياسات النقدية والمالية، هناك أيضا من اقترح بوجود منظومة سعر صرف مختلفة وتفعيل شمولية الموازنة، أيضا هناك كان حديث بيدور عن أهمية فرض رقابة سواء على الأسعار من جهة أو الأسواق من جهة أخرى، وهناك من تحدث عن أهمية أطروحات الشركات لتوفير العملة الصعبة وتقديم تسهيلات استثمارية ودعم الصادرات، أيضا هناك كان حديث عن توصيات تتعلق بأهمية رفع الأجور وما يتعلق أيضا بفرض السياسات المالية والضريبية وكيف يمكن من خلال إصلاحات تتعلق بالضرائب مواجهة التهرب الضريبي وأيضا تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري. كان هناك عمل بيتم في خلال اللجنة التي عقدت صباح اليوم لبلورة كل هذه الاقتراحات تمهيدا لأن ترفع ويتم مناقشتها في جلسة أخرى عن طريق مجلس أمناء الحوار الوطني لتصدر في شكل توصيات نهائية ترفع لرئيس الجمهورية تمهيدا لإصدار مشروعات قوانين بهذه التوصيات أو التطبيق الفعلي والفوري لها. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.